ونناقش تطورات الملف اليمني الليلة مع ضيفنا من القاهرة الأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل. دكتور فارس، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. هل يفاجئكم بداية سلوك الحوثيين داخل الحديدة مع التقدم الذي تحقق القوات المشتركة إلى داخل هذه المدينة؟ يعني اليوم الدفع بقيادات من الصف الأول، هل هو شيء طبيعي للملمة هذه الخسائر قبل الخسارة الكبيرة؟ هو المؤكد أن ميليشيا الحوثي تعيش حالة من الذعر وحالة من الانهيار المعنوي والانهيار في إطار الميليشيا وفي إطار هيكلتها. هي لم تكن تتوقع هذه الضربة الكبيرة باتجاه الساحل الغربي، وبالتالي هي على وشك أن تفقد الحديدة بكل ما تحمل الحديدة من معنى، وكانت تؤثر كثيرا اقتصاديا بالنسبة لميليشيا الحوثي، وعسكريا وإمدادا ودعما لوجستيا. كانت الحديدة حتى ورقة ضغط سياسي تستخدمها ميليشيا الحوثي في كثير من المفاوضات السابقة، وربما كانت هي الورقة التي تعرقل كثير من المسارات. في كل الأحوال، حالة الذعر التي أصابت ميليشيا الحوثي جراء هذا التقدم السريع، ولنقل الآن الحصار المضروب على الجهة الجنوبية تماما باتجاه الحديدة، دفعها إلى هذه التصرفات، دفعها إلى أن تدفع بكثير من المقاتلين بقيادات من الصف الأول، ربما حتى شقيق عبد الملك الحوثي عبد الخالق الحوثي كلف بقيادة المعركة في الحديدة، بالإضافة إلى أبو علي الحاكم، وقيادات معروفة كانت منتشرة في كثير من الجبهات المهمة الأخرى. لكن يبدو أن ميليشيا الحوثي الآن تضع ثقلها كله في الحديدة، لأنها إذا ما خسرت الحديدة فإنها ستعدو كونها مجرد فئران على الجبال، وستفقد كل المنافذ التي يمكن أن تشكلها فضاء عسكريا. اليوم ميليشيا الحوثي يعني لم يقتصر الموضوع أيضا على العناصر والقيادات، بما أنه نتحدث عن هذا السلوك، الموضوع وصل إلى إجبار أئمة المساجد لدفع الشباب للانغماس في هذا القتال. كيف تقرؤون أيضا هذا التطور الخطر؟ نقرأها من ناحية أن ميليشيا الحوثي بالأساس تمتلك فكرا منحرفا، فكرا أيديولوجيا. هذا الفكر يصور لنفسها وتصور للناس أنها كائن إلهي هكذا، وكل الناس يجب أن يكونوا حطبا لمعارك هذه الميليشيا ولقياداتها، كل الناس يجب أن يكونوا دماء وأشلاء لخدمة ولوصول وسيطرة وهيمنة هذه الميليشيا. ولذلك هي تنظر إلى غالبية الشعب اليمني وبقية الشعب اليمني على أنهم يجب أن يدافعوا عن هذه الميليشيا، ويجب أن يكونوا في صفوف القتال دفاعا عنها. لذلك كانت تستخدم المدنيين دروعا بشرية في كل الأحوال، دفعت بالأطفال، دفعت بالنساء، وهذه سابقة لم يشهدها التاريخ اليمني وربما تاريخ المنطقة من قبل أن تدفع بالنساء للقتال، بمعنى أنها تحشد البشر وحتى الحجر لو استطاعت للقتال، لأجل أن تبقى متسيدة ولأجل أن تبقى في إطار عملية النهب والتدمير المستمر الذي تقوم به ميليشيا الحوثي. ندرك اليوم، وصلتنا أنباء أن ميليشيا الحوثي بدأت تمنع المدنيين حتى من مغادرة الحديدة، الناس الذين يشعرون أنهم بحاجة للفرار جراء اقتراب المعارك. هل تعتقد دكتور فارس، هل تعتقد أن هذا الأسلوب المعتمد مؤخرا وصولا إلى إجبار المدنيين بالبقاء داخل الحديدة، هل سيشكل يعني تأثيرا إذا أمكنني القول على المدنيين، على قراراتهم؟ على قراراتهم ندرك بكثير من اليقين أنه لم يعد أحد يعني في صفوف الميليشيا أو يقتنع بما تقوله ميليشيا الحوثي، أو على الأقل بأفكارها، هذا معلوم ومعروف. لكن ما يحدث الآن هو الحقيقة أن هنالك ضغط هائل من قبل ميليشيا الحوثي، وهنالك كمية مرعبة من العنف الذي يمارس ضد المدنيين، ضد الأهالي، ضد الناس، ولذلك الناس يعيشون تحت هذه القوة الضاغطة. لكن ليس هذا قرارهم حتما. تواصلنا مع ناس في الساحل الغربي خارج الحديدة، مزارعين، يقولون أنهم طوال ما كانت ميليشيا الحوثي في مناطقهم
لم يكونوا يتعايشوا معهم على الإطلاق، كان هناك حالة من الكراهية، لكنهم مجبرين على أن يقدموا لهم الخدمة، وعلى الأقل أن يسايروهم نوعا ما. في الأخير كل الناس في كل المناطق ينتظرون الخلاص، ينتظرون أن يقترب الجيش الوطني وتقترب قوات التحالف لتحريرهم من هذا الكابوس المرعب الذي جثم على صدورهم. لا يمكن لأحد أن يقتنع، وهذه الميليشيا تقوم بعملية القتل وتقوم بعملية النهب وتقوم بعملية حتى إجبار الأطفال على القتال، لا يمكن لأحد أن يقتنع. وهذه الميليشيا تمنع حتى مجرد الحياة العادية. اليوم ميليشيا الحوثي تفرض إتاوات وتفرض ضرائب حتى على المواطن البسيط صاحب المحل الصغير. لا أعتقد أن أحدا أو لا يوجد على الأقل حاضنة الآن لميليشيا الحوثي، والدليل هذا الانهيار الكبير الذي يجري في صفوفها ولا أحد يقاتل معها. شكرا جزيلا للأكاديمي والباحث السياسي اليمني الدكتور فارس البيل، حدثنا من القاهرة.